وفي نفس السياق نقلت قناة صلاح الدين شكوى الملاكات التدريسية والطلبة في قضاء الضلوعية من ضعف شبكة الإنترنت، ما أثر سلبا في تقديم الدروس في منصات التعليم الإلكترونية. المزيد في تقرير الزميل جاسم الأبو جاسم. أعزائي التلاميذ، اليوم إحنا موضوعنا هو محافظة واسط، والآن إحنا بدينا على شبكات التواصل أيضا نعيد موضوع محافظة واسط. سجل أبناء الضلوعية ضعفا عاما بشبكات الإنترنت، وذلك لازدياد عدد المشتركين بعد ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى التعليم عبر منصات التواصل من خلال الغرف المغلقة نتيجة لما يمر به البلد من جائحة قد تستمر لأعوام. حقيقة موضوع التعلم الإلكتروني الإي ليرنينج هو حديث عهد على الطلبة وعلى أولياء الأمور وعلى المجتمع عموما، ولكن الظرف الحالي هو الذي حتم على أولياء الأمور وعلينا كأساتذة وعلى المؤسسة التعليمية أنه نخوض هذا الغمار. فيه معاناة للطالب، فيه معاناة للتدريسي، فيه معاناة لأولياء الأمور، كل الأطراف هذه في عدم معاناة، ولكن احنا أصبحنا أمام أمر واقع. أما أنه نترك الدراسة ونجلس في بيوتنا، وأما أن نخوض هذا الغمار ونفلح فيه. الإنترنت في العراق عموما فيه ضعف حقيقة، ولا بد من التوجه يعني الانتباه إلى هذه المسألة. هذا الموضوع رغم سلبيات الانترنت، لكن الموضوع حقيقة بناء وجيد جدا، وهو ان الاهالي بدوا على تواصل وتماس مع الكوادر التعليمية. الاهالي بدوا يعرفون المستوى الحقيقي لابنائهم. ايد اصحاب الشبكات ومكاتب الانترنت الضعف العام في النت، وذلك لعدة اسباب، منها تحميل الفيديوهات والاسعات عالية ومناهج وامتحانات على شكل أوراق وتحميلها، ومثل ذلك يحتاج إلى سعة أنترنت عالية. مطالبين من مزودي الشبكات زيادة ساعات الأنترنت. هناك ضعف ملحوظ في موضوع الإنترنت، وخصوصا للطلبة حاليا اللي هم محتاجين موضوع الإنترنت والمنصات الإلكترونية. نعزو هذا الضعف إلى المصادر الخاصة بتجهيزنا بالإنترنت، ضعف الساعات. نحن بحاجة إلى زيادة ساعات الإنترنت للمشتركين، يعني كل الاشتراكات بحاجة إلى زيادة في ساعات الإنترنت، خصوصا حاليا الطلبة يستعملون المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الأخرى التي تستعمل موضوع الفيديو وتحميل مناهج. التعليم الإلكتروني في المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية عندهم يعني تصور مفهوم عليه، بينما مجتمعنا يعني خطوة جديدة حدثت في هذا بسبب كورونا ومشاكل كورونا. الانترنت ضعيف جدا، واعتقد تقبل الطالب بهاي الفكرة يكون مستوى غير ملائم، يعني 100% تفهم المادة. فينصح أولياء الأمور أن يعتمدون بتدريس الطلاب على المناهج الموجودة عندهم أفضل من الانترنت. أمنيات قد تكون بعيدة المنال في العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد، ليدخل أولياء الأمور في دوامة جديدة من المصطلحات ما بين الآيبيات والسكترات والبطاريات، مسببة ضعفا عام في شبكات الانترنت. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم الأبو جاسم، الضلوعية.